السلام عليكم ورحمة الله تعالى، كيف حالكم يا ملوك الرياضيات؟ اليوم يا ثالث سوف نبدأ بدرس جديد في مادة الرياضيات، وعنوان درسنا لهذا اليوم طرق جمع البيانات، فلننتبه معا إلى الدرس. في البداية سوف نقوم بمراجعة تعريف البيانات، البيانات يا ثالث، أتتذكرون ما هي البيانات؟ هي المعلومات التي نحصل عليها من الاشخاص ولكن هذه المعلومات بحاجه الى ترتيب وتنظيم حتى يسهل علينا دراستها وتصبح معلومات ذات فائده اذا البيانات هي عباره عن معلومات نحصل عليها من الاشخاص وتكون هذه المعلومات بشكل عشوائي غير مرتبه فنقوم من خلال البيانات بترتيبها وتنظيمها حتى يسهل علينا دراستها، فلنأخذ مثال سريع على ذلك، أتتذكرون يا ثالث جدول الإشارات؟ لدي هنا مجموعة من الفاكهة التي يفضلها الطلاب، لكن كيف سأعرف كم طالب يفضل فاكهة العنب، وكم طالب يفضل الموز، وكم طالب يفضل الرمان؟ نرجع إلى جدول الإشارات ونقوم بعد الإشارات، حسنا يا ثالث أتتذكرون الإشارات؟ نقوم بتمثيلها عن طريق الخطوط المائلة باستثناء الرقم خمسة يكون بشكل أفقي، أحسنتم، نوع الفاكهة العنب كم طالب يفضلها؟ لدي هنا حزمة والحزمة تتكون من خمسة إذا خمسة ستة سبعة ثمانية إذا ثمانية طلاب يفضلون فاكهة العنب أما الموز لدي هنا حزمة اثنتان خمسة وخمسة عشرة وواحد إحدى عشر طالبا يفضلون الموز أما الرمان لدي هنا حزمة الحزمة تتكون من خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا ثمانية طلاب يفضلون فاكهة الرمان اليوم يا ثالث سوف نتعرف على طرق جمع البيانات وطرق جمع البيانات يوجد طريقتين مسح البيانات أو طريقة التجربة سوف نتعرف في البداية على طريقة مسح البيانات ماذا نقصد بمسح البيانات هي احدى الطرق في جمع البيانات تتمثل في توجيه سؤال الى مجموعه من الاشخاص وتسجيل اجاباتهم وهذا ما يسمى بعمليه المسح للبيانات اذا المسح للبيانات يا ثالث يقوم مثلا معلم بتوجيه سؤال الى الطلاب ثم يأخذ من هؤلاء الطلاب إجاباتهم ويقوم بتسجيلها إذا مسح البيانات يوجد لدي سؤال من قبل شخص وإجابة من قبل مجموعة من الأشخاص إذا مسح البيانات سؤال وإجابة والآن لنأخذ مثال على مسح البيانات فلننظر إلى هذا السؤال طرح معلم التربية الفنية على طلبة الصف الثالث السؤال الآتي ما اللون المفضل لديك؟ فحصل على الإجابات المرفقة جانبًا ثم نظمها في الجدول الآتي، إذًا كما نلاحظ يا ثالث طرح المعلم على الطلبة سؤال، إذًا لدي سؤال ما هو السؤال؟ ما اللون المفضل لديك؟ إذًا لدي سؤال وحصل على إجابات من الطلبة، إذًا لدي سؤال ولدي إجابات فهذه الطريقة تسمى مسح البيانات، إذاً طريقة مسح البيانات تتكون من سؤال وإجابة على السؤال، إذاً فالسؤال: ما اللون المفضل لديك؟ وكانت الإجابات هنا علي يفضل اللون الأحمر، ومؤيد يفضل اللون الأزرق، ورائد يفضل اللون الأصفر، هكذا إلى أن توصل المعلم إلى جميع إجابات طلبة الصف ثم يا ثالث، هذه المعلومات والبيانات عشوائية غير منظمة، نريد أن ننظمها ماذا نفعل؟ أحسنتم، نقوم بتمثيلها في جدول الإشارات، رائعون، فنكتب اللون الأحمر، اللون الأصفر، واللون الأزرق، ثم نجد كم طالب يفضل اللون الأحمر، وكم طالب يفضل الأصفر، وكم طالب يفضل اللون الأزرق، وعندما نكتب عدد الطلاب الذين يفضلونها نقوم بتمثيلها إلى إشارات، هنا في الكتاب قد قام بتمثيلها بالإشارات، ونحن الآن سوف نجد عدد الطلاب الذين يفضلون تلك الألوان، حسنا يا ثالث، هيا بنا. كم طالب يفضل اللون الأحمر يا ثالث؟ هيا بنا لنعد الإشارات معا. هنا لدي واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر إذا احدى عشر طالبا يفضل اللون الاحمر اما اللون الاصفر فلدي هنا حزمه الحزمه تتكون من كميه ثلاث من خمسه فإذا خمس طلاب يفضلون اللون الأصفر، أما اللون الأزرق فلدي هنا حزمة أي خمسة ثم نكمل ستة سبعة ثمانية، إذا ثمانية طلاب يفضلون اللون الأزرق، إذا إحدى عشر طالبا يفضل الأحمر وخمس طلاب يفضل الأصفر وثمانية طلاب يفضل اللون الأزرق. الآن سنقوم بالإجابة عن الأسئلة أجيب عن الأسئلة الآتية ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر؟ كم طالب يفضل اللون الأحمر؟ نرجع إلى جدول الإشارات إحدى عشرة طالبا إذا إحدى عشرة طالبا ما الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر يوجد كلمة مفتاحية في السؤال ما هو يا ثالث؟ الفرق أحسنتم الفرق تدل على إشارة الطرح إذا هذه مسألة طرح ما الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر؟ الذين فضلوا الأحمر إحدى عشر ناقص الذين فضلوا الأصفر خمس طلاب إحدى عشر ناقص خمسة كم يساويها ثالث ستة أحسنتم إذن ست طلاب والآن ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأصفر أو اللون الأزرق أو تدل على الجمع ما عدد الطلب الذين فضلوا الاصفر خمسه وما عدد الطلب الذين فضلوا الازرق ثمانيه فنقول خمسه زائد ثمانيه ويساوي هيا بنا يا ثالث خمسه زائد ثمانيه ثلاثه عشر احسنتم اذا ثلاثه عشر طالبا ما عدد طلبة الصف يا ثالث؟ عندما نقول عدد طلبة الصف فإننا سوف نقوم بجمع جميع الأرقام فنقول 11 زائد 5 زائد 8 ويساوي هيا يا ثالث 11 زائد 5 زائد 8 كم الناتج؟ 4 وعشرون طالبًا إذًا أربعة وعشرون طالبًا عدد الصف، هذه طريقة مسح البيانات، مسح البيانات أي لدينا سؤال ولدينا إجابة، يقوم شخص بطرح سؤال والشخص الآخر يقوم بالإجابة، إذا كان لدينا سؤال وإجابة فهذه الطريقة تسمى طريقة مسح البيانات.